صيد تميين في قبضة القوات المسلحة ليذكر العالم بالأهداف التي خرج من أجلها الجيش الوطني وعلى رأسها محاربة الإرهاب في ليبيا. جاء سقوط الداعش السوري محمد الرويضاني المكنى أبو بكر الرويضاني في قبضة القوات المسلحة مذكرا العالم بمن سبقوه من قيادات الإرهاب، بدءا من الإرهاب المصري هشام العشماوي الذي اعتقلته قوات الجيش في درنا قبل تسليمه لمصر، مرورا بمساعده وذراعه الأيمن المدعو تكتكة وغيره من أخذ الجيش على عاتق اصطيادهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وإن لم يخلو الأمر من منفعة للقارة الأوروبية التي تظل هدفا لهؤلاء. الرويضاني الذي يملك سجلا حافلا من الإجرام من عمليات نهب وسرقة واغتصاب وتصفية وعمليات أخرى من تعذيب، وخصوصا أثناء تواجده في مدينة عفرين السورية قبل قدومه إلى ليبيا، كان يقاتل في صفوف ميليشيا صخيرات، وجاء القبض عليه دليلا على تورط تركيا في خرق قرارات المجلس الأمن الدولي بخصوص ليبيا وبفضح وسائل حكومة فائز السراج وجماعة الإخوان الإرهابية ولو على جثث وأشلاء الليبيين. مراقبون قالوا أن سقوط أقطاب الإرهاب في ليبيا الواحد تلو الآخر دليلا لا يقبل الشك على غيات الجيش الوطني الذي أعلن عزمه على تحقيق الاستقرار في ليبيا بنزع أسلحة الميليشيات والقضاء عليها، في وقت فضح فيه هؤلاء الإرهابيون علاقات السراج والمخابرات التركية بتنظيم داعش الإرهابي من تم نقلهم برعاية قطرية تركية إلى ليبيا عبر خطوط انتقال آمنة متمثلة في المطارات. رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عملية نقل المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا لم تعد سرية وتجري بشكل علني وفي العلن، وإن نحو 9000 مقاتل وصلوا إلى ليبيا وعملية النقل مستمرة بدون توقف وسط معلومات عن ارتفاع الخسائر البشرية دون أن تصل جثثهم إلى سوريا، موضحا أن المقاتلين السوريين في ليبيا بعضهم لديه جنسية أوروبية وآخرون كانوا عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، وهناك دول أوروبية متعاونة ضد نقل المرتزقة بينما يوجد الكثير من يتعارض مع فتح هذا الملف.